تخيل معي أن ما تشاهده في الفيديوهات الآن يمكن أن يصبح حقيقة، وعوض أن تستمع فقط لمعلومات في فيديو سوف تسمع لها بشكل مباشر، وعوض أن تكتب سؤالك في تعليق يمكن أن تطرحه بشكل مباشر وتتلقى الجواب في نفس الوقت. هذا الأمر أصبح ممكناً الآن. يوم السبت إن شاء الله يوم 20 مايو سوف أكون متواجدة بالمغرب، وسوف يتم عقد لقاء مع كل الطلاب المتابعين لقناة كل يوم منحة بهدف التحدث عن المنح الدراسية، التحديات والأخطاء وأفاق المنح وكيف أحصل على منحة وتجربتي الشخصية، وسوف أسمع منكم أيضا تجاربكم وأسمع جميع استفساراتكم وأجيب عنها. هذا اللقاء الهدف منه تعزيز شبكة تواصلنا مع بعضنا البعض، عوض أن يكون دائما تواصلنا عن طريق السوشيال ميديا عبر الشاشات سوف يصبح face to face، بالإضافة أنها فكرة جيدة حتى تلتقي بأشخاص عندهم نفس الهدف أي يسعون للحصول على منحة دراسية، وهذه الفئة هي أكثر فئة سوف تساعدك في الاستمرار في السعي للوصول إلى هذا الهدف. هذه الدعوة مفتوحة للجميع بدون أي حدود، وأكيد أكيد مجانية. يمكنكم أن تقوموا بدعوة كل الأصدقاء، سوف أترك لكم رابط الجروب على الواتساب في أسفل الفيديو، انضموا معي إلى هذه المجموعة وسوف نتحدث فيها عن كل تفاصيل هذا اللقاء إن شاء الله والموعد والمكان أيضا. لا تنسوا أن هذا النوع من الفرص لن يكون كثيرا، لذلك استغلوا هذه الفرصة جيدا. أراكم يوم السبت إن شاء الله في مدينة الدار البيضاء. دمتم بخير، إلى اللقاء.